وين اللي بيعز امه يفوت يحضر الدبكه؟ انتوا جايين تفرحوا لابن عم مش لواحد غريب اللي مستاهل حاله يفوت واللي ما مستاهل يقلب وجهه يطلع برا. شفتك يا مريض على سلامه ابن عيون الناس يا شفتك يا مراد على سلامه ابن عيون الناس يا رب سلمه. مكتوب المكتوب بيده سلمه مكتوبك مراد حير حالينا مكتوبك مريد حير حالينا. يلا يا خيه المشاركه 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 من الكباريه والشباب نرجو المشاركه للجميع يا اهلا وسهلا بالجميع. العب 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 العب
الله 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 عرعر والحين عين 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 الله هيا ابو عمرو المرابة يا رسلاتي والله وعتالي فوقي حايل يا رسلاتي والله وعتالي فوقي حايل من وتمنى الهجر ولا من ويتليتي من الهجر والسلايل من ويتليتي من الهجر والسلايل وصل العلم منه لا جميع القبائل وصل العلم منه لا جميع القبائل هلا عاش 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 يا اخي وقع دبشه يلي على اول لا تفوت عجوب يلا يلا فارس عتشوبي شوبي شوبي يتابع معكم هذا الحفل الفنان السوري عزة حياك الله